في المحاضرة دي بقى هنتكلم عن شوية مفاهيم مهمة جدا عن البيشن سيفتي، و يعني أوعدكم بعد المحاضرات دي الدنيا هتوسع أكتر عندكم بمفهوم البيشن سيفتي، ومش هتلاقوا حاجة أنتوا عايزين تعرفوها مش هتعرفوها، هتعرفوا كل حاجة إن شاء الله، أوعدكم يعني. حاجات شورت كاتس كده، حاجات بسيطة عن كل موضوع، حاجات اللي هتفيدكم وهترد لكم على كل الأسئلة اللي في دماغكم. اول حاجه بيشنت سيفتي، يعني ايه اصلا بيشنت سيفتي، ويعني ايه سيفتي، ومين اللي عرف البيشنت سيفتي، وايه انواع الايرورز، كل الكلام ده هنقوله دلوقتي. Safety is the most basic dimension of performance necessary for improvement of healthcare quality. يعني لو مفيش safety مفيش healthcare quality. ده ببساطة. مفيش improvement healthcare quality. في AHRQ Agency for Healthcare Research and Quality عرفت الـ patient safety ازاي؟ Patient safety is a discipline in the healthcare sector that applies safety science methods toward the goal of achieving a trustworthy system of healthcare delivery. يعني ده discipline من كل الـ healthcare sector بيطبق مفاهيم علم السيفتي عشان في الآخر يحقق trustworthy system، في ثقة عند كل الناس اللي بتاخد كير healthcare delivery. Patient safety is also attribute of healthcare system. Patient safety مهم جدا عشان أقلل ال incidence وأقلل ال impact، تأثير لو حصل ال incidence، وعلي ال recovery من ال incident لو حصل، أمنع وأقلل تأثير وعلي ال recovery من حدوث أي incident. دي كلها مفاهيم. طب انا البيشن سيفتي فيه ثلاث مصطلحات مهمين جدا لازم اعرفهم. في حاجه اسمها ادفيرس ايفنت، وفي حاجه اسمها سنتينل ايفنت، وفي حاجه اسمها نير مس. ادفيرس ايفنت ده ان انتندد انجري تو بيشنت، حاجه مش مقصوده نتيجه ميديكال مانجمنت بتؤدي الى برولونجد هوسبيتاليزيشن. بمعنى اديكم مثال وهقيس على نفس المثال ثلاث حاجات. اول حاجه انت بتدي تعمل كانيوليشن للمريض، عملت اي في كانيوليشن للمريض والكانيولا دي كانت اوت، فديت علاج للمريض، العلاج ده حصل نتيجته اكسترافازيشن، شويه اديمه اريثيما مكان الكانيولا، واضطر الموضوع ياخد شويه علاج موضعي وكريمات والكلام ده، والمريض يقعد يوم يومين في المستشفى زياده. يبقى انت نتيجه تركيب الكانيولا خطا ومش متعمد حاجه زي كده، حصل سايد افكت، حصل مشاكل للمريض نتجت عليها ان هو قاعد يومين ثلاثه عندي في المستشفى. دي اسمها ايه؟ ادفيرس ايفنت. ادفيرس ايفنت، ودي وارد تحصل، وارد تحصل، عشان كده مسمينها بريفنتابل ادفيرس ايفنت، عايزين نمنعها. يعني حاجات ممكن تحصل فاحنا بنسميها بريفنتابل ادفيرس ايفنت. طب خد المثال اللي بعده، سنتينل ايفنت. طب انت نفس الكانولا ركبتها برضك انت مش قاصد، واديت فيها كيموثيرابي او اديت فيها بوتاسيوم او اديت فيها صبغه، فنتج عنها ان انت حصل اكسترافازيشن، والاكسترافازيشن كان بدرجه عاليه فادى الى حصل امبيوتيشن لايد المريض ده، فنتيجه الامبيوتيشن حصل برونج ديسابيليتي للمريض ده على طول حياته. او اديت بوتاسيوم والبوتاسيوم ده بسرعه وانت برضك مش قاصد فحصل المريض ده ديث، يبقى ده بنسميه خطر جسيم سنتينال ايفنت. يبقى اللي بيفرق بين ادفيرس ايفنت سنتينال ايفنت ايه؟ ادفيرس ايفنت خطا حصل بس نتيجته حصل برونجد هوسبيتاليزيشن، اما السنتينال ايفنت حصل ديسابيلتي للمريض او حصل وفاه للمريض، عشان كده بيسموه نيفر ايفنت، نيفر ايفنت، نيفر ايفنت، مش عايزينه يحصل، ما ينفعش يحصل اصلا. طب النير مس، النير مس دي بقى ايه؟ انا كتشارج نيرس وبشوف حد من التمريض بيحضر علاج قدامي، فانا شفت ان المريض ده بالصدفة ان المريض ده واخد علاج خطأ
ما عملش ايدنتيفيكيشن، وبيدي رايح يدي العلاج للمريض الخطأ، فروحت مسكت ايده قبل ما العلاج يوصل للمريض، فمنعت حدوث الميديكال ايرور، فبيسموها ايه، نير مس، قبل ما يحصل المشكلة للمريض. يبقى الفرق بين التلاتة ايه؟ النير مس الخطأ لسه ما وصلش للمريض وانا منعته، ادفيرس ايفنت خطأ وصل للمريض بس انا، بس نتيجته كانت حاجة بسيطة ادت لهوسبيتاليزيشن بس زيادة، السنتينال ايفنت خطأ جسيم ادى الى برولونج ديسابيلتي او ديث لوبيشن. يبقى الفرق بين التلات مصطلحات ولازم تكون عارفهم التلاتة. طب في بقى موديل مهم جدا اسمه سويس تشيس موديل، وده يعني لازم تفهموه عن ظهر قلب كده عشان تعرفوا الدنيا ماشيه ازاي في البيشنت سيفتي. خلينا ندخل على طول في الموديل. شايفين انتوا الدوائر دي، الشرايح دي مسمينها ايه، سويس تشيز، جبن، شرايح جبنه. لو انتوا لاحظتوا ان في ثقوب بعد بعضها، وفي الدنيا هنا في ثقب وبعد كده الدنيا وقفت، فاكرين المثال، هديكم مثال ونفهم بيه ازاي السويس تشيز موديل ده ماشي. ناخد مثال، انا داخل مريض عندي المستشفى وهيدخل يعمل يعني مثلا زي ما قلت مثال رايت هيب ريبليسمنت، هيشيل هيب ريبليسمنت رايت. احنا قلنا اول حاجه في، لو انتوا لك في المحاضره اللي فاتت اللي شرحنا فيها اللي هو الجول نمبر 4 شور سيف سيرجري، فقلنا ان المفروض يتعمل ايه، يتعمل سايت ماركينج، ويتعمل بري اوبرتيف تشيك ليست، ويتعمل ساين ان وتايم اوت وساين اوت. طب تيجي نطبق المثال ده على سويس تشيز موديل. مريض دخل المستشفى، ما عملش ايه، ما عملش السايت ماركينج في الوحده، والنيرس ما عملتش بري اوبرتيف تشيك ليست، يعني هو اتعمل سايت ولا اتعمل سايت مارك على رجلي الشمال مكان رجلي اليمين، خلينا نصعب المثال شويه، والنيرس بري اوبرتيف تشيك ليست ما خدتش بالها ان السايت مارك معمول في رجل الخطا، راح عند العمليات كان برضك التمريض والسكريتنج ليس مهملين، ما عملوش الساين ان صح، دخل اوضه العمليات حظ فقر المريض ده، التايم اوت نفس القصه اتعمل بطريقه خطا، راح المريض ايه، اتعمل ليفت هيب ريبليسمنت مكان رايت هيب ريبليسمنت. كان عندي كام لاير، كان عندي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة لايرز كان ممكن أمنع فيهم حدوث الخطأ اللي في الآخر، الكاتاستروفيك ايرور ده. عشان كده الكاتاستروفيك ايرور، الخطأ الجسيم، doesn't occur in isolation، لا ده نتيجة أخطاء كتيرة حصلت قبليه. طب نفس المثال، تخيل أنت هنا المريض اتعمل سايت ماركينج غلط، راحت اللي كان فيه نيرس واعية بتشتغل مع المريض وهي بتعمل بالأوفيتيف تشيك ليست وهي بتراجع الداتا، لقت ان المريض ده اتعمل له سايت ماركينج صح، فما عداش من اللاير اللي بعدها ورجع ورا، فلحقت ايه، الخطأ. واصلة؟ طب شوفوا بدي نفس الكلام، ده اتعمل سايت ماركينج غلط، جت النيرس مهملة، راح بعد كده عند الساين ان لقينا نيرس واعيه وسيركيوليتنج نيرس واعيه، لقت ان المريض معمول له سايت مارك غلط، فلحقت المشكله، كان لحقتها في اللير الكام، اللير الثالثه بس اتلحقت في الاخر. طب ناخد المثال، كان برضك نفس القصه، اتعمل سايت مارك غلط في اللير اللي بعدها، النيرس برضك ما عملتش بالاوفر تشيك ليست صح، في السلايس اللي بعدها النيرس ما عملتش الساين ان صح، راح عند التايم اوت قبل ما يتفتح جرح في بطن في رجل المريض، اتعمل التايم اوت والاستشاري والتخدير والتمريض اتاكدوا ان المريض متعمل له ساين مارك غلط، فلحق المشكله على الترابيزه فما اتعملتش العمليه. طب شفتوا كام لير؟ طب تخيل احنا بقى لو الثقوب كلها شغاله الله ينور ورا بعضها كده، فيحصل كاتاستروفيك ايرور على طول. اما انا لو حاطط لايرز بعمل بيها فيريفيكيشن في كل خطوه، انا صعبت حدوث المشكله، فعشان كده بيسموها الكاتاستروفيك ايرور doesn't occur in isolation، ما بتحصلش لوحدها، بتحصل نتيجة ايه، ثقوب في كل المراحل اللي قبلها. عشان كده من احسن الموديل اللي بتفهم بيشن سيفتي سويس ريزون، سويس تشيس موديل على اسم عالم ريزون، جيمس ريزون. تمام، خد بقى اي مشكلة حصلت عندك في المكان اللي انت شغال فيه وادرسها كده، وارجع فلاش باك ورا في السويس تشيس موديل، قول لو كنا عملنا كذا كانش حصل كذا، لو كنا عملنا كذا كانش حصل كذا. عشان كده لما يحصل اي مشكله بنعمل حاجه اسمها روت كوز اناليسيز، بنستخدم الواي تكنيك، برجع كاتاستروفيك ايرور اللي حصل هنا ده، ارجع اقول ليه حصل، على ايه،
التايم اوت اتعمل غلط او السايت مارك اتعمل غلط. ليه اقول ده حصل؟ علشان الساين ان ما اتعملش صح. طب هرجع اقول ليه حصل؟ علشان اللي ما اعرفش ايه ما حصلش صح، ما حصلش صح. فارجع في الاخر ان جذر المشكله ان الدكتور نفسه ما عملش سايت ماركينج صح. فالشويس السويس شيس موديل ده طبقه في اي مشكله تحصل في حياتك، هتعرف ان المشكله حصلت ازاي. يا ريت تكونوا فهمتوا السويس شيس موديل. يبقى احنا كده اتكلمنا عن بيشن سيفتي، وقلنا يعني ايه ادفيرس ايفنت، وقلنا يعني ايه بيشن سيفتي، وقلنا يعني ايه السنتينل ايفنت، وقلنا يعني ايه نير ميس. اتمنى تكونوا فهمتوهم. وبعد كده شرحنا موديل مهم جدا، موديل بيشن سيفتي اللي هو ريزون سويس شيس موديل، وقلنا يعني ايه ريزون سويس شيس موديل. بعد كده هنتكلم عن برنسبلز بقى، برنسبلز اوف بيشن سيفتي. يعني الاربع برنسبلز دولت لازم يكونوا موجودين، بيسموهم البيزك برنسبلز اوف بيشن سيفتي. عشان اعمل بيشن سيفتي لازم يبقى عندي الاربع حاجات اللي هنتكلم فيهم دلوقتي. The first principle is that patient safety emerges from system design. بمعنى كل ما كان السيستم كومبلكس متداخل في كذا سيكتور داخل في بعضه، كل ما اللي كانت شانس ان يحصل ايرور بيزيد. عشان كده السيفتي سيستم has many components: procedures, environment, materials, training, culture. كل الحاجات دي بتكونتريبيوت لايرور. عشان كده ما يحصل ايرور لازم اراجع ورا كل الكلام ده، اراجع البروسيجر، واراجع الانفايرمنت، واراجع الديزاين بتاع الماتيريال اللي استخدمتها، واراجع هل الناس دي واخده تريننج ولا لا، واراجع الكالتشر. مش ابص على الغلبان اخر واحد اللي هو عمل المشكله. تمام، يبقى ده الفيرست برنسبل. السكند برنسبل بقى ايه؟ ان البيشن سيفتي از ديزاين فور ذا نيتشر اوف ايلنس. يعني ايه؟ يعني لازم اتاكد ان المريض اللي داخل لي ده داخل بشكوى، اتعمل له الفحوصات اللي المفروض تتعمل، اتعمل له التشخيص اللي المفروض يتشخص بيه، اتعمل له كل البروسيدجرز او الدايجنوستيك تيستس اللي المفروض تتعمل، فنتيجة ليها المريض ده خد العلاج صح. عشان كده عشان احقق البيشن سيفتي برنسبل ده لازم يكون في ستاندرد تول كل الناس تمشي بيها. مش كل دكتور شغال بمزاجه وكل طبيب شغال بمزاجه، لا، المريض ده داخل بشست بين لازم يتعمل له 1 2 3 4 5، بحيث ان انا اتاكد ان كل مريض اتعمل له نفس المانجمنت زي المريض التاني. البرنسبل التالت، بيشن سيفتي ديبندنت اون اوبن ليرنينج. هل انا اصلا متبني ليرنينج اورجانيزيشن ولا لا؟ هل انا الاخطاء اللي بتحصل دي بتعملها اناليسيس، بتعملها امبروفمنت، بتعملها فولو اب، وبترجع ان التمريض يتعلم ان هو عمل خطأ، ولا انا متبني بليم كلتشر ان انا اصلا بعاقب الناس ما فيش في ليرنينج اورجانيزيشن. اللاست برنسبل التراست وورثنس. في ثقه بين الناس وبعضها ولا في ثقه؟ في ثقه ان انت تتكلم ولا ما فيش ثقه؟ تخيل انت الاربعه دولت لو مش موجودين، انسى حاجه اسمها بيشن سيفتي. اول واحد لازم يكون السيستم ديزاين بيسمح ان عندي بيشنت سيفتي يحصل في الاورجانيزيشن، ما يكونش كومبلكس، ما يكونش فيه كذا حاجه متداخله ببعضها فنتيجتها يحصل بيشنت سيفتي بروبلم. تاني حاجه لازم يبقى عندي ستاندرد تول كل المرضى بتتعامل بيها، بناء عليها كل الناس هتاخد علاج الصح في الوقت الصح في الوقت الصح، يبقى عندي ريلايبيليتي في البيشنت كير. تالت حاجه يبقى عندي ليرنينج ان انا متبني كالتشر ثقافه الليرنينج. اخر حاجه تراست وورث ناس، يبقى في ثقه بين الناس وبعضها. يبقى دي الاربعه برنسبلز المهمين بتوع البيشنت سيفتي: ان يكون عندي سيستم مش كومبلكس، يكون عندي اوبن ليرنينج، يكون في تراست وورث ناس، يكون في ستاندردايزيشن بحيث ان كل المرضى تاخد الرايبور كير في نفس الوقت، مش باختلاف الاستشاري ولا باختلاف الدكتور ولا باختلاف التمريض. دي برنسبلز. طب في تقرير اسمه الـ IOM Institute of Medicine مطلع ريبورت مهم جدا اسمه To Error as Human. الريبورت ده هيمشي معاك خطوة خطوة لحد ما يوصل بيك لفكرة الـ Patient Safety Culture والـ Patient Safety Goals. أول حاجة قالها التقرير ده إيه؟ عشان هو أساسا هدفه Develop Patient Safety Culture and Decrease Medical Errors and preventable adverse events.
قال لك من واحدة من ضمن الأسباب الميديكال ايرورز is decentralization and the fragmented nature of healthcare delivery. بمعنى ببساطة خالص هوضحها لكم، إن أنا تخيل أنت مريض داخل ياخد خدمة طبية وعنده كذا مشكلة، فدكتور الكارديولوجي شافه من وجهة نظر الكاردياك، ودكتور الباطنة شافه من وجهة نظر الباطنة، والنيرس شافته من وجهة نظر ثالثة، ودكتور الماسك عنده مثلا مشكله برضك عظام، ماسك سكيرت شافه من طريق تالت، وكل واحد حاطط بلان اوف كير مختلف عن التاني، وكل واحد حاطط لاين اوف مانجمنت مختلف عن التاني، وكل واحد حاطط بلان حاطط علاج مختلف عن التاني، ومحدش شايف التاني. فالمريض ده في الاخر هو واصل لايه؟ واصل ان هو قاعد في المستشفى كل واحد بيتعامل معاه بطريقه، ومفيش اي كوميونيكيشن بينهم وبين بعض، فحصل على حاصل على فراجمنتد كير دليفري، فهو اصلا ما هوش عارف هو بيعمل ايه. فقال لك من ضمن المشاكل اللي اكبر المشاكل اللي يحصل فيها ميديكال ايرورز ان الديسنتراليزيشن اند فراجمنتد نيتشر اوف كير. ده شرح اللي انا قلته. وقال لك في بعد الجزء الثاني في الريبورت اللي هو قاله في الاي او ام انستيتيوت اوف ميديسن ريبورت 2000، قال لك ان انت اصلا لو عملت الحاجات اللي انت عارفها بتحسن البيشنت سيفتي وعملت اللي عليك، 50% من الميديكال ايرورز هتروح في خلال 4 سنين. يعني انت اصلا الحاجات اللي المفروض تعمل صح وانت عارف انها تعمل صح، لو انت عملتها صح بس 50% من الميديكال ايرورز اختفت خلاص في 4 سنين. تخيل انت دي. قال لك بعد كده الـIOM the majority of medical errors are not result of individual، خلي بالكم الحتة دي، not result of individual recklessness or actions of individual، بس الـ error دي جاية منين؟ faulty system process conditions that lead to mistake. يعني انت المشاكل اللي عندك اصلا مش مشاكل اشخاص، مش مشاكل الجروب، مش مشاكل بسلوك، دي مشاكل system، مشاكل process. عشان كده لما يحصل مشكلة فكر في السيستم وفكر في البروسس وخليه صعب ان يحصل مشكلة. يعني ايه؟ design to make it harder for individual to make a mistake. زي ما قلنا مثال بتاع knee replacement، ان انت كل ما زودت layer التأكد ان الموضوع ماشي صح، كل ما حصل الايرور قل. ولما يحصل مشكلة ما توبخش الشخص، لا روح بص على السيستم بتاعك وازاي امنع المشكلة دي بعد كده، وخلي فرصة المشكلة دي ان يقلل المشاكل بعد كده. وبعد كده قال لك في الريبورت الجزء اللي بعد كده بقى، اول حاجه قال لك ايه؟ عرف لك وقال لك المشاكل الاساسيه في اللي ليها علاقه بالبيشن سيفتي، وقال لك ان فراجمنتد كير، وبعد كده اتكلم عن لو انت عارف الحاجات اللي انت بس عارفها لو عملتها هتقلل 50% من المشاكل، وبعد كده قال لك المشاكل اصلا اغلبها مش مشاكل اشخاص، مشاكل سيستم. وبعد كده صنف لك ايه الكاتيجوريز اوف ايرور. قال لك في كوميونيكيشن ايرور، في تريتمنت ايرور، في حاجات بريفنتيف ايرور، واخر حاجه ويب مين تو اذر سيستم فيلير. وقال لك ان الكوميونيكيشن ايرورز دي من اعلى الحاجات اللي بتؤدي للميديكال ايرور. عشان كده قال لك بعد كده احنا لازم يبقى عندنا ريبورتنج سيستم عشان بناء عليه نعرف المشاكل ونتوقعها ونحط لها خطط علشان نقللها، ويكون تبليغ المشاكل ده اجباري. فمن جزئية دي بقى ايه؟ قال لك الجزء الاخير the healthcare organization must develop a culture of patient safety. امشي بقى العكس كده، لو انت اصلا ما عندكش culture of patient safety فمش هيبقى عندك اللي اتقال في السلايد اللي قبله، اللي انت هيبقى عندك reporting، فمش هتعرف ايه اصلا المشاكل، فمش هتعرف تحلل الميديكال ايرورز دي جايه منين، ففي الاخر مفيش اي داتا عن البيشنت سيفتي، والبيشنت هياخد اسوء خدمه صحيه هياخدها. فالريبورت بدأ ازاي؟ بدأ ان هو قال لك اصلا نتيجة المشاكل دي نتيجة ايه؟ الفراجمنتد كير. وبعد كده قال لك ان انت اصلا لو عملت 50% من اللي المفروض تعمله صح، لو عملت تعمله صح هتقل 50% من الايرور. وبعد كده صنف لك الايرور وقال لك المشاكل في السيستم مش في الاندفيدوال، ولازم انا اشجع الريبورتنج واعمل مندات الريبورتنج سيستم على حسب كل اورجانيزيشن، عشان كده اعمل ايه؟ ديفلوب البيشنت سيفتي كالتشر. شفت البيشنت سيفتي كالتشر جت في الاخر ازاي؟ ان هو عارف ان من غير كالتشر البيشنت سيفتي اللي هو برين فري كالتشر
اصلا ما فيش ايرور هتتبلغ، ما فيش اي حاجه ايه هتتحل. تمام. يبقى في الجزئيه دي اتكلمنا عن الاي او ام ريبورت. يبقى احنا قلنا يعني بيشن سيفتي، واتكلمنا عن الادفيرس ايفنت والسنتينل ايفنت والنير مس، وبعد كده اتكلمنا عن البرنسبلز اوف بيشن سيفتي، وبعد كده اتكلمنا عن الاي او ام ريبورت. طب نيجي بقى على اول اهم جزئيه اللي هي الليدرشيب. الليدرشيب تخيل انت استحاله تحقق بيشن سيفتي من غير ليدرشيب كوميتمنت، من غير ليدرشيب كوميتمنت. عشان كده الـ Institute of Healthcare Improvement الـ IHI develop white paper مسمينها Leaders in Patient Safety، وقالت لك Leadership to be the critical success factor for an effective patient safety program. This responsibility cannot be delegated، يعني ما ينفعش اديها لأي حد تاني. وإيه اتبع الـ 8 steps، هي حطت 8 steps for leaders to follow to achieve patient safety and high reliability in their organization. كانت الـ step الأولانية إن أنا establish patient safety as a strategic priority. يبقى الـ patient safety دي حاجة من ضمن الأهداف الاستراتيجية عندي في الـ organization، وأحطها قدام عيني وأحطها وأنا بحط أي خطة إن الـ patient safety top priority. لو أنا ما بدأتش بدي يبقى أنا مش هحقق أصلا patient safety. تاني حاجة engage key stakeholders، لازم كل مستفيد الخدمة، إدارة المستشفى، ال physicians، الدكاترة، ال patients. في حد بعت من اللينك ما بيفتحش. في مشكلة يا شباب، بس اكتبوا لي في الشات لو في مشكلة. في اي مشكلة سامعين؟ في اي مشكلة؟ تمام يا شباب. لازم ادمج كل الناس معايا، الستاف، البيشنت، الفيزيشنز، واخد رايهم واديوكيشن عن البيشنت سيفتي. يعني بل اول حاجه لازم احطها من ضمن الاستراتيجيك بريورتي كليدر شيب كمسؤول في الاورجانيزيشن، وبعد كده ادي اديوكيشن للناس عن البيشنت سيفتي. ما ينفعش اطلب منهم حاجه من غير اصلا ما اعلمهم. تالت حاجه كوميونيكيت، لازم انا وانا بمر كل يوم اعمل مرور يومي، مرور اسبوعي، مرور شهري، مرور باي طريقه احنا هنختارها، وابدا في كل مرور ابدا اتكلم عن البيشنت سيفتي واناقش مشاكل البيشنت سيفتي، وعندنا مشاكل في كذا وعملنا كذا. لازم تبقى دي لغه حوار موجود. يبقى اول حاجه اخليها من ضمن الاستراتيجيك بريوريتي، تاني حاجه ادمج معايا كل الستيك هولدر مستفيد الخدمه، بعد كده كوميونيكيت واديهم تريننج واحطها من ضمن الاهداف اللي عندي في الاورجانيزيشن. استابليش اند اوفر سي اند كوميونيكيت سيستم ليفل ايم، وبعد كده اقيس الهارم اوفر تايم، اختار تولز معينه استخدمها اقيس بيها. يعني عندي مثلا البيشنت فول، عندي البيتسور، عندي الفاب بنتريتو اسشيرد نمونيا، الشهر ده كان 20%، لازم ابدا خلال كمان 3 شهور اقيس انا اتحسنت ولا انا نزلت، كمان 3 شهور، كمان 6 شهور، كمان سنه، لازم اميجر اوفر تايم. ليه؟ من غير ما اعمل ميجرمنت انا ما اعرفش البيز لاين بتاعي ازاي. زي انت ببساطه عايز تعمل دايت، فانت تعمل امبادي، فانت عرفت انت عندك نسبه الدهون والماسلز والفات كام، فبعد 3 شهور بتقيس تاني او بعد شهر عشان تعرف انت في تطور ولا ما فيش تطور ولا انت بتسوء. فمن غير ميجرمنت في الاول، من غير ما توصل في الاخر ان انت تتحسن. سبورت ستاف باي ميديكال ايرور، لما يحصل مشكله مع الستاف لا احسسه ان انت هيحصل اناليسيز ويحصل انفستيجيشن قبل ما يحصل مرحله العقاب. وبرضك ابلغ البيشنت ان احنا مش مهملين، واحنا مش الموضوع ده مش هنعديه، ولازم يحصل اناليسيز وانفستيجيشن، وهنرجع لكم بالفيدباك والعلاج بتاعكم. وي 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 لازم احسس الناس ان الايرور ده مش بيعدي بسهوله. redesign care process to increase reliability، دي اخر نقطة من ضمن التمانية.
يعني ايه؟ يعني انا زي ما قلت لكم ما ينفعش كل واحد يشتغل بدماغه، لازم يبقى عندنا ستاندر تول لكل الناس تشتغل بيها، بنسميها ستاندر اوبريتنج بوليسي بروسيجر. حتى بالنسبه للنيرسينج بروسيجر ما ينفعش كل واحد يشتغل بطريقته، كل واحد يعمل بروسيجر بطريقته، لا، كل عندنا ستيبس معينه لازم كلنا نمشي بيها، وده لما نعمل الكلام ده هنزود الريلايبيليتي. يبقى في 8 بوينتس قالتهم الانستيتيوت اوف هيلث كير امبروفمنت عشان اخلي الليدر شيب بي سكسس توورد بيشنت سيفتي. اول حاجه خليها استراتيجيك بريورتي، لازم يكون في كوميونيكيشن، لازم بيرد اويرنس، لازم احطها ادي اديوكيشن واعمل كوميونيكيشن مع الناس، ولازم احطها من ضمن اهدافي، ولازم احسن الكير بروسيس عشان ازود الريلايبيليتي، ولازم انجيج ستيك هولدر معايا، ولازم افاليو البيشنت والفاميلي والستاف اللي انفولف في الايرور. سيفتي كارش احنا اتكلمنا عنها بعد كده، في جزئيه معينه بس هنبدا نشرحها. يعني سيفتي كارش قلنا فاليو اتيتيودز وبرسبشنز. مهم جدا مهم جدا، زي ما قلنا نقيس الايرور نقيس السيفتي كالتشر، زي السيرفين اللي انتوا عملتوه اللي هو الهوستر سيرفين بيشن سيفتي كالتشر، بناء عليه بتطلع داتا معينه. طب انا عايز اعرف انا اتحسنت ولا، اقيس تاني، اقيس بحسب المده اللي انا عايزها، اقيس كل فتره، كل اسبوع، شهر، شهرين، ثلاثه، وات ايفر الفتره اللي انا عايزها، اشوف انت اصلا البرسبشن بتاعك للسيفتي كالتشر زاد ولا ما زادش. طب انا هعرف ازاي انت زاد ولا ما زادش من غير ما اقيس في الاول؟ لا، انا اقيس في الاول، اقيس كل فتره انا محددها، بحيث ان اعرف اصلا انت مفهومك ممكن ما يكونش عارف حاجه اصلا عن السيفتي كالتشر، وبعد كده مفهومك زاد وبدات تاخد ستيبس، فالمفهوم بالنسبه لك اتغير، فلازم يبقى عندي اسسمنت اصلا بناء عليه ان انا اخد اجمع داتا. من اشهر التولز اللي ليها علاقه بالسيفتي كالتشر اللي هي التول اللي معاك، الهوستا سيرفي امبيشن سيفتي كالتشر اللي عملتها الايجنسي اوف هيلث كير ريسيرش اند كواليتي. طب انا لما اعمل اصلا اسيسمنت اعمل ايه؟ بزود الريز ستاف اويرنس، مجرد ان انت بس قريت الاسئله، مجرد ان انت اصلا اويرنس بتاعك زاد عن البيشن سيفتي، بعرف الكرنت ستيتس اوف بيشن سيفتي كالتشر، انا اصلا فين، واعرف ايه السترينث وايه الاريا اللي انا احسن فيها، وايه الترند اللي بيحصل كل فتره. يعني انا مثلا اتحسنت في ايه، وايه اللي اتغير في خلال فتره، بيتغير خلال الفتره اللي جايه، ايه الحاجات اصلا اللي زادت مثلا ما حسنتش. Evaluate الكالتشر امباكت، conduct internal و external comparison، انا اقارن واحده بواحده، اقارن مستشفى بمستشفى، فدي حاجات من الحاجات المهمه بنتيجه عن ان انا بعمل assessment للـ patient safety culture. وانا في حاجه اسمها just culture، في ثلاثه behavior مهمين جدا لازم ابقى انا عارفهم. في حاجه اسمها human error، في حاجة اسمها at risk behavior، وفي حاجة اسمها reckless behavior. يعني ايه just culture؟ لو انا اقدر اقول كلمتين عن just culture، اقول كلمتين اللي هي learning، اخلي فيه learning organization، واخلي فيه blame free culture، الشخص ما يتعاقبش على الاخطاء اللي هو بيعملها. يبقى انا لو عملت learning organization وعملت blame free culture، اقدر اقول ان هي ايه؟ just culture. يبقى just culture لو انا هقول كلمتين، blame free culture، learning organization. ولازم احدد الفرق بين الهيومن ايرور. الهيومن ايرور دي غلطه نتيجه خلطه عاديه مش مقصوده، ميستيك، فنتيجتها ان انا بعلم الناس واديهم تريننج، وزي مثلا ايه، ان هم عملوا example starting an operative procedure without time out، هم ما عملوش time out، ده نوع من انواع الهيومن ايرور، فانا اعلم الناس واعمل لهم counseling الناس اهميه التايم اوت، ممكن يكونش اصلا عارف الكلام ده. حاجة بعدها ات ريسك بيهيفير، انت عارف اللي الشخص اللي سايق على الدائري او المحور بس قاعد يبص لليفط اللي حواليه وسايب الطريق، فعمل حادثة. دي ابسط مثال ات ريسك بيهيفير. انت اصلا مش قاصد ومش واعي اللي بتعمله ده غلط، زي ما سايق بسرعة على الطريق الصحراوي وقابلك مثلا انا واقف في الطريق او مطب فكلت فعملت حادثة فمت او حصل لك اي مشكلة، دي اسمها ات ريسك بيهيفير. انت اصلا بتعملها وانت مش واعي ومش عارف الكونسيكونسز بتاعتها ايه. اخر بيهيفير اللي هو ريكلس بيهيفير، انت اصلا واعي وبتعمل الغلط عن عمد، ده بقى للشخص اللي ايه ما ينفعش يستحمله. يبقى انا جاست كارشر، عشان اعمل جاست كارشر لازم افرق بين ثلاث حاجات. الهيومن ايرور ده الميستيك الطبيعي اللي بيحصل، انت اصلا مش واعي وانت بتعمله، وممكن تكون مش فاهم هو يعني ايه ميستيك والكلام ده كله. الاتريسك بيهيفير، انت بتعمل حاجه ريسك بس ما انتش عارف الكونسيكونسز منها نتيجتها ايه. واللاست بيهيفير اللي هو الريكلس بيهيفير، انت اصلا بطريقه واعي، انت واعي انت اصلا بتعمل هارم وانت واعي، يعني انت اصلا بتاذي الشخص اللي قدامك، فده نتيجته بقى ما فكرش في اي حاجه، لازم تاخد بونتيف اكشن.
يبقى to achieve just culture the organization must have reasonable values and expectation. لازم يبقى عندي good system design. لازم يبقى عندي good system design اللي هو ايه، اللي هو اصلا يقدر يكاتش ال human errors دي. ولازم يكون عندي learning system، لازم يبقى عندي الناس تتعلم من الاخطاء اللي بتحصل له. ولازم ال organization treat each individual with accountability and just، لازم يبقى فيه fairness في التعامل مع كل شخص. يبقى دي just culture. يبقى لو انا هلخص ال just culture في 4 كلمات اللي هي learning, organization, blame free culture، لازم اكون معرف الفرق بين الات ريسك اللي انا الحاجه اللي بعملها عن عمد وبس مش عارف الكونسيكونس، مش عن عمد ومش عارف الكونسيكونس بتاعتها عشان كده سموه ات ريسك. الهيومن رول ده الميستيك الناتج عن نتيجه عدم الدرايه. الريكنس بيهيفير اللي هو الخطا اللي انا بعمله عن عمد. فلازم افرق بين التلاته عشان كل واحده من التلاته ليها تعامل معين في الجاست كالتشر. ما احنا اتكلمنا في المحاضره دي عن سنتنال ايفنت نير مس سويس شيس موديل، اتكلمنا عن البرنسبلز بيشنت سيفتي، اتكلمنا عن دور الليدر في البيشنت سيفتي، واتكلمنا عن مفهوم السيفتي كلتشر، اتكلمنا عن مفهوم الجاست كلتشر. ان شاء الله في المحاضره الجايه هنتكلم عن ايه بقى التولز اللي ممكن استخدمها اعلي بيها بقى السيفتي كلتشر. بس هنقفل وهنلينك عشان هيفصل وهنفتح لينك تاني.